ومشاهدينا هسه رح ننتقل الى كربلاء مع زميلنا حسن، وخلونا نشوف هذه الفقره شنو راح نشوف بيها. يسعد صباحك حسن. يسعد صباحك حسن، نورتنا. اهلا ومرحبا، صباح الخير. اهلا بك حسن. حسن، اليوم هذه الجوله وين راح نروح؟ شنو راح تشوفنا؟ احنا مشتاقين لك، همين انت ما موجود ويانا صار لك فتره. الله يحفظك، ان شاء الله انتم موجودين بالقلب. شكرا لك. بالتاكيد احنا اليوم احد مطاعم كربلاء راح هاي الاكله، اليوم الاكله الشعبيه الباقلاء بالدهن الحر. نعم. اكله مثل من في محافظه كربلاء. نعم. وعليها طلب كبير من قبل اهالي المحافظه والزائرين. مثل ما تعرفون زميلاتي العزيزات، بالتاكيد محافظه كربلاء مركز استقطاب لملايين الزائرين اللي يجي لمحافظه كربلاء. نوعين من الاكل يطلب، تريق الصبح باقله ودهن، ويتغدى مندي. فاليوم احنا قاعد نجسد فطور المواطن الكربلائي وكذلك الزائرين الى محافظه كربلاء. هذه الاكله الشعبيه في المحافظه التي تكاملت فيها كل عناصر الغذاء من الدهن الحور والبيض وكذلك الباقلاء. للوقوف اكثر على طبيعه عمل هذه الاكله وكذلك تاريخ هذه الاكله وما مر بها من ذكريات مع صاحب المطعم ابو نور الذي يعد من اقدم او من المطاعم القديمة في محافظة كربلاء إذا لم يكن هو الأقدم. لذلك اليوم بالتأكيد إحنا اليوم جولتنا تأخرت، ربما هذا المطعم قاعد نشوفه هو زبائنا موجودين من كل مناطق محافظة كربلاء وكذلك المحافظات الأخرى. زميلات العزيزات، اسمحوا لي لألتقي بصاحب المطعم ليحدثنا عن هذه الأكلة، ليش الإقبال عليها كبير داخل مدينة كربلاء؟ الزائرين اللي يأتون المحافظة من داخل وخارج العراق. وبالطبع هناك اكلات عديده، لكن هذه الاكله لها خصوصيه محدده في محافظه كربلاء وكذلك مميزات كبيره. اهلا ومرحبا بك ابو نور عزيز. صباح الخير. اهلا ومرحبا. اليوم قاعد نشوف اكو اقبال كبير على هذه الاكله، ليش؟ هذه يعني من الدهن الحور باقلة بالزار، كل العراقيين باقلة بالدهن لازم الصبح تكون موجودة، وخاصة أنا أحب فترة الشتاء أيام العطلة، يعني الجمعة هذا الريوق يكون العائلة كلها تجتمع به، والباقلة بالدهن لازم تكون موجودة. بس تحبيها ويا البيض؟ لو بس باقلة هو داري أقول لك، أكو ناس يحبون بيض، أنت تعرفين يعني ما أحب البيض، يعني أكو ناس يحطون البيض وهاي الشغلات كلش طيبة تكون. فهذا الشيء يعني كلش حلو، احنا العراقيين معروفين بأكلاتنا الدسمة. بالضبط. صبح غدا عشاء. نعم طبعا، خلينا نرجع مع حسن حتى نتعرف على هذه الاكله وشنو الطريقه، لانه كل محافظه همين عندها طريقتها الخاصه بتحضير الاكله. أكيد. اكله الباقله بالدهن. اريد زميلات العزيزات، احنا هسه بالمطبخ داخل نتعرف على مكونات هذه الاكله. نعم نعم، اهلا ومرحبا. نعم نعم طبعا شيء كلش حلو. شفتي كريستينا، اني من يمي جعت، اني فعلا من يمي جعت، حتى طريقه التحضير يعني هو لما يشيل المي الباقله ويخليه على، اقول لك شيء اشوف توافقين الراي، الباقله من ناكلها برا غير طعم وبالبيت غير طعم، برا اطيب فعلا. اللي ما اعرف ليش الجزار هم يكون عندهم خبره هنا بالموضوع اكثر. فعلا فعلا يا كريستينا، يعني النكهه والطعم غير عن البيت، بالبيت نسويها اوكي طيبه، لكن برا اني كلش يعني استمتع من اكل الباقله. صح، وتعرفين شنو هم جزار، يمكن هي كل محافظه عندها طريقه معينه بالضبط هذه الاكله، فكل واحد يحط الاشياء اللي تميزها. تحبين صراحه انا ما اكلها باقله بالدهن، بس هم انا بلا بيض. انت ما تحبين البيض؟ انا احب البيض بس ما احبه ويا الباقله. انا ما احبه ويا البيض. اكو كثير من الناس يعني يخلون هاي الخضروات، مثلا احنا معروفين العراقيين لازم نكمل الاكل بالخضروات والبصل وهالشغلات، لكن انا احبه باخذه يعني الدهن الحار والزيت، يعني اخر شيء حتى هذه صوت الطشه. طبعا انت جلزار مديونه لنا فقره مال المطبخ، فلازم الفقره الجايه تسوي لنا باقله بالدهن. بما انه انت تسويها بلا بيض، فخلينا نشوف شلون نسويها، شنو الاشياء اللي تضيفيها. يلا، هو تدرين اكو ناس همين ياكلوها كغدا همين، يعني مو شرط الا كريوق. صح. ممكن نسويها كفقره همين كريوق او غدا. نعم، اذا مشاهدينا خلينا نرجع لحسن حتى همين نشوف التحضيرات شلون تكون لهذا الطبق المميز. مكونات قلنا اول شيء خبز، اي نقعد اول شيء خبز، نقع مي الباقله، نقع هذا خبز، وبعدين نضيف الباقله عليه، نضيف عليه الدهن والنوب البيض. شلون طريقه عمل؟
هذه بيضة عين بيضة سوداء الزبون مشكل نسميها. هاي البيض حسب الطلب حسب الطلب. هسه هذا اذا بيض عين بيض استاو، واحد اذا عيون، وهي سنين استاو. من النصين برامج لين تصوير شوي ما يطلع صوت قوي. هذا الدهن دهن حار، دهن حار اصلا، دهن حار، دهن حار. واكو زبون ما يدهن حار يستخدم له زيت الزيتون. زيت زيت الزيتون يعني هسه مكونات الباقله خبز اولا، نقع مويه الباقله والمرده ونضيف عليه الباقله ونضيف نضيف الدهن وبعدين البيض. تكون وجبه يعني كامله. اي بس خلي لي اياها. بس خلي احمد الدهن تمام. طبيعه هذه الاكله وعناصرها راح ابو نور ترجع لنا طبيعه هاي الاكله وعناصرها اعتمدت على الدهن الحر؟ تعتمد على الدهن الحر والباقله العراقيه. الباقله العراقيه اي بالضبط. الاقبال عليها اي الاقبال عليها. اللي يريد يغير شلون طبيعه استاو واحد مثلا واحد ياكل بيض عيون واحد يقول مشكل يعني بيض استاو بيض عيون. اي هيك واحد اكو مثلا طرق على النص هيك. انت متى كانت بدايتك؟ بدايتي 88 اي 88 واصبح اسمك معامل الحمد لله. حتى اي الحمد لله اي اغلب الموجودين كرب محافظات. السلام عليكم. السلام بالعافيه. الله يعافيك. ايش باقي له ودهني؟ باقي له ودهني من المحلات المعروفه هنا عندنا بكربله محل ابو النور الله يحفظه ان شاء الله. احنا دائما نقبل هنا على الباقله والدهن متريق يعني الوجبه. ايش هاي الاكله؟ وجبه صباحيه متكامله بيض وعندك وباقله وخبز ودهن حر. فتغنيك يعني عن الوجبات مثلا الغداء هاي يعني وجبه متكامله. يعني تغنيك حتى عن الغداء. عن الغداء. دائما انا دائما هنا اقبل على محل ابو نور الله يحفظه. والله بالنسبه للاخ ابو نور الله يحفظه من اقدم المحلات يعني عندنا بكربله. اي. فيعني من المحلات القديمة. ألف عافية. الله يحفظك رحم الله والديك. نعم هم قاعد يشوفون على الرغم أن الوقت متأخر وأبو نور حسب ما نعم عرفنا. طب حسن أنا كنت حابة أعرف إن عندك شيء بما أنه ذكر صاحب المحل همينة أنه من المكونات الأساسية هو الدهن الحر والباقلة العراقية. طيب الأشخاص اللي هم يحبون الباقلة بالدهن وبس مسوين دايت أو يريدون شوية أنه ينزلون من وزنهم عادي ما يضيفون مثلا الدهن أو دهن الحر؟ يعني ممكن أنه تكون نفس الطعم ولكن لا لو لا يعني الدهن الحر يكون أطيب. راح اتوجه السؤال هذا لابو نور. ابو نور اكو بعض قاعدين يطلبون هالاكله هاي. اي يسوون دايت او يحبون وزن
اي بدون دهن زيت ممكن؟ اي عندنا زيت الزيتون زيت الزيتون اسباني. من الطرائف ابو نور ليش وجهه علي قاعد يتباوع لكم احمد؟ يمكن تطلع على دجله قاعد يشوفكم هو حريص دائما على متابعه دجله الصباح. تحياتنا له نورنا. اي زين تحيات زميلاتي. تحياتي تحياتي الله يحفظكم عمو. اي بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك. اكو دايت بدون استخدم الدهن لازم؟ اي بدون دهن زيت الزيتون ممكن واما بدون زيت زيت بس يكون دهن البيض. طيب حسن اذا تسال ضيفك الكريم ابو نور شنو المقبلات اللي ممكن تنزل ويا الوجبه يعني باقله بالدهن؟ اكو مثلا مقبلات معينه بصل او خضروات او طماطم شنو هي المقبلات؟ ممكن ترشي حتى همينة ابو نور هاي الاكله تتقبل مقبلات؟ انا اعتقد يمكن اغلب شيء البصل. البصل وحامض نومي حامض نومي حامض. اي فعلا بين المادتين تحديدا لهن حتى اذابه الدهون. اي اي الحامض اما نارنج بالشتاء مقبلاتنا وبصل الاقبال عليها بالشتاء اكثر الحمد لله اكثر. اي وبالعطل الرسميه اكثر. اي موفق ان شاء الله. حسن انت تحب هذه الاكله؟ زميلات العزيزات التقي باقدم زبون وهسه هو هم قاعد. نعم. اكيد هي اكله متكامله وان شاء الله ان شاء الله اي ضيف يجي كربلاء وحتى انتم منهم موجودين راح تشوفون طعمها وشوفون ان شاء الله. واكيد انتم ماكليها حسب أكيد. ما سمعت أكيد. منكم اكله متكامله اكله كل عناصر الصحه بها اثبتت الدراسات الاخيره بان الدهن الحر له تاثير كبير وعلى عكس ما اشيع بان هو ياثر على القلب وهذه الاشاعات المتداوله قديما لخفه وزن لذلك الاقبال حتى من كبار السن اكو رواد سنوات وسنوات على هذا المطعم حرصوا على تناول هذه الاكله. اهلا ومرحبا. انت من الرواد؟ انا طبعا اخونا ابو نور احنا يعني قديمين ويا من كان بقراج البارود احنا نتريق يعني سنه الثمانينات 89. ليش حرصت على هذه الاكله؟ لان هي هاي الاكله احنا يعني شلون ما تقول قديمه عندنا هاي يعني مال كربله. كربله هاي معصوره يسموها الباقله ودهن زين واحنا نجي يم اخونا ابو نور لان نعرف شنو الدهن مالته نوعيته الباقله شنو اللي يجيبه النظافه العده زين. سؤال. نعم. يعني اكيد الانسان يتعرض لحالات مرض او حالات انتكاسه صحيه هاي الاكله هم من صحته او امتنعت عنها؟ لا لا ابد طبيب ابد ابد لا الدهن نعم يا حسن طبعا يعني ما شاء الله عليك انت اليوم شهيتنا بالباقله اي والله جوعتنا الجوله كانت كلش حلوه واكيد همنا شفنا شلون تتم او تحضير اكل الباقله بالدهن بكربلاء. شكرا والله لك ابو نور. هاي احمد قاعد يشوف كان احمد وجه الصوت. شكرا ابو نور يرحب بكم ويقول اي وقت هذا المطعم مطعم ابو نور. شكرا لك اكيد شرفنا. ممنون باي وقت حتى لو مية وياكم انا ممنون. يشرفنا اكيد. اكو توصيل كان هسه ابو نور مستعد يوصل لهناك بس شكرا له عشيدة شكرا ما قصر. بالتاكيد هاي الاكله مثل ما شفتوا اكله شعبيه بسيطه. نعم. سعرها مناسب للجميع. نعم جميع نعم. متوسطات الدخل المحدود وكذلك الفقراء هم يتناولون هذه الاكله تكامل عناصرها الغذائيه. نعم مثل ما تشوفون لحد هالوقت هذا هو وقت الغداء وهي تعتبر أكيد من أكيد. اكلات الفطور صباحيه. نعم والناس حريصه على نعم. تناول هذه الاكله. نعم نعم فعلا طبعا عاشت ايدك على هذه الجوله الجميله. شكرا لك من موجود هنا والجميع العراقيين. شكرا لك شكرا لك.